بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين أما بعد معشر الأحبة الإخوة المشاهدون الكرام والاخوات المشاهدات الكريمات مرحبا بكم في حلقه من حلقات برنامج التفسير الاقتصادي للقران الكريم الذي يقوم عليه نادي الاقتصاد الاسلامي في كليه الشريعه بجامعه الكويت لا شك ان كتاب الله سبحانه وتعالى قد احتوى العديد من الايات الكريمه في مختلف المواضيع ومن اهم مواضيع الحياه والتي هي عصب الحياه الاقتصاد لذلك لم يخل كتاب الله سبحانه وتعالى من الحديث عن هذا الامر في مختلف مجالاته يقول الله سبحانه وتعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير هذه الايه الكريمه في سوره الحديد فيها معان جليلة أول هذه المعاني الأمر بالإنفاق من أموالنا ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مجالات الإنفاق في هذه الآية لأنه قد ذكرها في آيات أخرى مثل آيات المتعلقة بمصارف الزكاة في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل بالاضافه الى النفقه على المساكين عموما وعلى ذوي الارحام وكل مجالات الخير ثم قال الله سبحانه وتعالى مما جعلكم مستخلفين فيه اولا مما هذه من التبعيضيه يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يريدنا ان ننفق كل ما نملك لكن كل الذي يريد بعض ما نملك بل بل إنه من الممنوع شرعا ومن المنهي عنه شرعا أن ينفق الإنسان كل أمواله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك لبعض أصحابه لما أراد أن يتصدق بماله كله ثم قال الله سبحانه مما جعلكم مستخلفين فيه هذا المعنى هذه الكلمة تشير إلى مبدأ عظيم من مبادئ علم الاقتصاد الاسلامي وهو مبدا الاستخلاف يعني هذا المبدا ان الاموال التي نملكها وكل هذه الحياه ليست ملكا لنا على الحقيقه وانما هي ملك الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى هو الذي استخلفنا فيها يعني اعطاها لنا مؤقتا لننفقها في هذه الحياه ولنستعملها ولنعبد الله سبحانه وتعالى من خلالها لو نظرنا الى البشر جميعا وما يملكون من اموال بشكل متفاوت هناك الغني وهناك الفقير كل هؤلاء اموالهم ليست ملكا لهم على الحقيقه كلهم لان الله سبحانه وتعالى سيسترد هذه الاموال وهذه الممتلكات وسنرجع اليه عرايا حسا ومعنى عرايا حسا أي أننا سنحشر عراة ومعنى أي أننا سنجرد من كل ما نملك في هذه الحياة لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة إذا الأموال التي نملكها سواء كانت أموالا نقدية أو أموالا عينية كالسيارات و البيوت ونحوها هي في الحقيقه ملك لله سبحانه وتعالى وانما اودعها الله سبحانه وتعالى عندنا استخلافا ما معنى استخلافا؟ اي جعلها عندنا بشكل مؤقت لينظر ماذا نعمل وكيف نعمل. لذلك هذه الاموال التي بايدينا سنسال عنها سؤالين السؤال الاول من اين اكتسبناها؟ والسؤال الثاني اين سننفقها وذلك في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع وذكر منها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه هذا المعنى اخوان الكرام قد تجسد في سيره النبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يكون أغنى الناس كان بإمكانه أن يأمر أصحابه وكان فيهم الغني وفيهم رجل الأعمال وفيهم التاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيرهم كثير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغل مكانته عند أصحابه ليستغني بل كان عليه الصلاه والسلام يعيش عيشه المساكين. كان احيانا يربط الحجر على بطنه وقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قيل ما كان طعامكم يا ام المؤمنين؟ قالت الاسودان التمر والماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي عنده مالا زائدا، كان اذا اتاه المال انفقه فورا حتى لا يبقى في اخر اليوم من هذا المال الذي عنده عليه الصلاه والسلام شيء الا قوت يومه. فيقول وكان يقول آه لا حسد الا في اثنتين كما قال عليه الصلاه والسلام والمقصود بالحسد هنا الغبطه. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا ينف... ثم سلطه على هلكته بالحق يعني أن هذا الأمر مما يغبط عليه الإنسان أن يكون عنده مال ثم ينفقه يمينا وشمالا إذا إخوانا الكرام ليس من الخطأ أن يكون الإنسان غنيا أبدا الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق ولكن الخطأ كل الخطأ أن يعتقد الإنسان أن هذا المال هو ملك له على الحقيقة وأن يعتقد أنه ليس لله عليه فيه حق كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي فنسب ثمرة هذا المال لنفسه ولم ينسبه لربه سبحانه وتعالى لذلك أهلكه الله سبحانه وتعالى في من أهلكه من الهالكين استغني ليكن عندك المال اعمل لا ي... لا تمنع من ذلك ولكن احرص على امرين الامر الاول الا تكتسب المال الا من حلال فتبتعد عن الرشوه وعن الربا وعن اكل اموال الناس بالباطل وعن المال الحرام عموما لان المال الحرام لا يبارك لصاحبه في الدنيا ولا في الاخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام في ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له؟ لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لرجل ياكل المال الحرام فصاحب المال الحرام لا يهنأ به قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم فيبتعد الإنسان أولا عن كل مصادر المال الحرام من ربا ورشوة وسرقة وأكل مال اليتيم وإلى آخره ثانيا يؤدي في هذا المال حق الله سبحانه وتعالى أولا الزكاة ثانيا النفقة الواجبة على من أوجب الله سبحانه وتعالى عليه نفقته وكل الحقوق الشرعية إذا إخوان الكرام وأخواتي الكريمات نحن مستخلفون على هذا المال، هذا المال ليس مالنا على الحقيقه وانما سيكون عندنا بشكل مؤقت ثم سيزول بعد ذلك، اما ان نتركه او يتركونه. بارك الله لي ولكم ونفعني الله واياكم وجزاكم الله خيرا. تحت رعايه جمعيه انسان الخيريه نادي الاقتصاد الاسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.